السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. بعض الأحباب الكرام يتساءل ما الفرق بين صلاة التراويح وبين التهجد وبين قيام الليل. طبعا هذه مصطلحات فقهية وبينها فرق شاسع. قيام الليل هي أن المؤمن أو المؤمنة ينوي قيام ليله، يحيي ليله بالعبادة والذكر. فالقيام هذا يكون متنوعا، يكون فيه صلاة، يكون فيه تلاوة قرآن، يكون فيه ذكر، تكون فيه مذاكرة، يعني لا يكاد ينام، يظل قائما. وهذا القيام كان مفروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل عليه قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أنه يقوم لذكر الله. ثم نزل بعده من سورة المزمل قال ربنا عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا، كان فرضا. سيدنا النبي كان يريد أن يخلد إلى النوم، لأنه بالنهار أمره بالدعوة، قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. لما رجع إلى بيته وقال دثروني وأراد أن يخلد للنوم والراحة، ربنا قال لا، لم تخلق يا محمد للراحة، لم تخلق للنوم، خلقت للقيام وللدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر. حتى إن الإمام الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسيره في دلال القرآن قال منذ أن نزلت هذه الصورة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل قائما ولم يرقد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. بعد المدثر نزلت المزمل، سيدنا النبي بالنهار يقوم بالذكر وبالدعوة، بالليل أراد أن ينام، فربنا قال له لا تنام، قم يا محمد يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان سيدنا النبي يقيم ليله، قيامه كان يكون بالصلاة قائما بين يدي الله. طبعا ليس العبد هو الذي يقوم بين يدي ربه، بل الله تعالى إذا أحبك أقامك بين يديه، هو الذي إذا أحبك أقامك بين يديه. أما إذا لم يرغب فيك يقول لك روح نام أتمم نومك. فكان سيدنا النبي يقوم حتى تتفطر قدمه، وبعد أن ينتهي من الصلاة يبدأ في تلاوة القرآن، وبعد أن ينتهي من تلاوة القرآن يبدأ في الاستغفار ويبدأ في الهيللة، لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، ويظل هكذا لا يكاد ينام. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا كل هذه العبادة؟ كان يقول ألا أكون عبدا شكورا. والقيام يكون في حق الصحابة كان سنة مؤكدة بالنسبة إليهم، لأنهم جيل قرآني فريد أراد بهم ربنا عز وجل أن يصنع بهم معجزات. فربنا إذا أراد أن يصنع المعجزات ويحقق المبادرات يأخذ جيلا يعلمهم قيام الليل. نحن في مغربنا وفي العالم العربي والعالم الإسلامي إذا أردنا فعلا أن نجدد العهد مع الله وأن نحقق النهضة المنشودة علينا أن نعمل على قيام الليل. كلما قمت الليل كنت أقوى، لأن الله تعالى يعطيك الطاقة، وهذا لا يؤثر في ساعة النوم، لأن البعض يقول سأنام وعندي شغل في الصباح. لقد ثبت علميا بأن الذي يعتاد على قيام الليل بعد مدة قصيرة وهو يصلي كأنه نائم، قاموا ببرمجة الدماغ، وأنت تصلي لله تعالى أنت دماغك مرتاح كأنك نائم. ثم يفرز مواد فيها قوة المناعة، جهاز المناعة
النفسي والجسدي والفكري والروحي عندك يتقوى في قيام الليل، ثم تكون من أحباب الله، صرت من أهل الله، فهذا قيام الليل يكون منوعا. أما التهجد، ما هو التهجد؟ التهجد هو خاص فقط بالصلاة. قيام الليل منوع، تلاوة قرآن، استماع للدروس، أعمال صالحة، لكن التهجد خاص فقط بالصلاة ويكون طويل. العبد المؤمن لما يصلي لله بالتهجد يقرأ بالمفصل بالسور الطوال، وإذا ركع أطال الركوع كمقدار ما قرأ من القراءة، وإذا رفع أطال الرفع، وإذا سجد أطال السجود، وفي سجوده مناجاة، يناجي ربه بالاستغفار بالأسحار، ويبكي على مولاه ويرجو الرحمة ويرجو المغفرة، ويتدلل وينكسر بين يدي مولاه. هذا هو التهجد. لو صليت ركعتين بالتهجد لصرت من أهل الله. وقيل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه من النهار، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما التراويح كما ذكرنا، تراويح هي منظمة تكون عقب مباشرة عقب الصلاة ديال العشاء، وتكون قبل الفجر، يعني لها وقت معين ومقدار معين، 8 ركعات أو 10 أو 13 بالشفع والوتر. هكذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول تراويح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 أو 10 أو 13 بالشفع والوتر، ولا تسأل عن طولهن وعن حسنهن وعن خشوعهن. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام الليل، ويوفقنا للتهجد ولصلاة التراويح. ولا تنسوا أيها الأحباب، قيام الليل هو مفتاح لكل خير. يكفي أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، إلى أن ينقضي ذلك الليل، إلى أن ينفجر الفجر كما جاء في الحديث. اللهم وفقنا للعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبذل والإحسان. اليوم هو 17 من رمضان، وهذا اليوم يحمل ذكرى إسلامية غالية تحتفل بها الأمة الإسلامية قاطبة، وهو يخلد لحدث ذكرى غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي وقعت في أول الإسلام بين المشركين وبين المؤمنين، وقد خلد ذكرها القرآن الكريم لما قال ربنا عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. خلد ذكرها لتبقى راسخة في الأذهان، وقد سماها أيضا بيوم الفرقان، لأن فيها سيفرق الله بين الحق والباطل، بين الإيمان والشرك، بين الخير والشر. هذه الغزوة أراد ربنا عز وجل أن تبقى راسخة حتى تبقى معنويات الأمة الإسلامية عبر التاريخ مرتفعة، ولأنها وقعت في رمضان وهو شهر الصيام والقيام، ولأنها شاركت فيها ملائكة الرحمن، لأن الله تعالى سيأمر 1000 من الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام للمساندة للمسلمين. وتعلمون جميعا أيها الأحباب الكرام بأن الإسلام هو دين السلام، ليس دين حرب، ولكن هذا الإسلام تم الاعتداء عليه لما نزل في مكة المكرمة، وسيدنا النبي أمره الله تعالى بأن يبلغ ما أنزل إليه من آيات ربه، تلقاه صناديد قريش ومشرك العرب بالصد والرد، واعتدوا على المسلمين وأخذوا أمتعتهم وأموالهم، ولم يكن المسلمون مأمورون بالدفاع،
كانوا مأمورون فقط بالإعراض، وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم حتى ولو سمعت منهم الكلام الجارح وتلقيت منهم الأذى، إياك أن تواجههم، أعرض عنهم وأعرض عن المشركين. واستمر الوضع هكذا 13 سنة إلى أن هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة. في الحقيقة هم لم يهاجروا بل هجروا، هجروا إلى المدينة المنورة وسلبوا منهم أموالهم وسلبوا منهم خيراتهم. وكان المسلمون في المدينة يعيشون فقرا مدقعا، ما عندهم ما يأكلون وما يشربون. فسمعوا في مثل هذا اليوم 17 من رمضان بأن قافلة قريش فيها ما يزيد عن 1000 من البعير محملة بأثمن وأغلى السلع والبضائع قادمة من الشام، فقالوا هذه فرصتنا لكي نسترد بعضا من أموالنا. لكن قريشا علمت بهذا المخطط فحولت تجاه القافلة، وقدم أبو جهل ومعه ما يزيد عن 1300 فارس لكي يقضوا على المسلمين، اعترضوا سبيلهم في هذه المعركة. لم تكن في الحسبان، أمر طارئ، كان الغاية هو اعتراض القافلة واسترجاع بعض أموالهم. لكن صار المسلمون محاصرون، أنذاك سينزل القرآن الكريم فيقول ربنا عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جاءهم الإذن من السماء، أذن الإذن من السماء لكي يتعرضوا للمواجهة. ومن ثم نشبت هذه المعركة، وبعد صراع مرير وتخطيطات واستراتيجيات ومساندة ملائكة السماء، ربنا عز وجل جعل النصر حليف المؤمنين، فخلد ذكرى هذه المعركة وبقيت راسخة في الأذهان حتى تعلم الأمة الإسلامية بأنها أمة مؤيدة وأنها أمة منصورة، وتبقى على مر التاريخ بأنها إذا صدقت النية وإذا جمعت الشمل وإذا كانت قلوبها وأفئدتها متصلة بربها، فإن الله تعالى وعد بالنصر، وهذا وعد ليس فيه خلاف أبدا. فنسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يرفع رايتها خفاقة في السماء وأن يعيدها إلى سالف مجدها وعزها. اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.